كانت هي الجماهير ديال الحزب الساكنه بالحزب اللي فرحانه بالمقابله بالانتصار الكبير اللي الساكنه ديال الحزب كانت هذه الشعب المغربي وصاحب الجلاله محمد السادس نصر الله. فكنتمناو ان شاء الله المنتخب ديالنا ان شاء الله المرور الى الامام ان شاء الله حتى نصل الى التوفيق له ولجميع يعني المغاربه باذن الله عز وجل. شكرا. السلام عليكم، معكم الاسم نور الدين بمدينه الحاجب. صراحه حنا هاد النهار هذا فرحانين بزاف، شحال هادي ما فرحناش فرحه بحال هادي. منتخب ديالنا شجعناه وكان في المستوى وكانت مقابله جميله جدا جدا وحنا فرحانين بزاف. وجوز زيرو وما كاين غير دكدك الالمان عاوتاني، ما كاين غير دكدك كرواتيا مشات وبلجيكا مشات وجايه الالمان غتمشي حتى هي. السلام عليكم، كنشكروا جاريه انوار وكنشكروا الشباب ديالنا وكنشكروا الدراري ديالنا وكنشكروا اللعابه ديالنا وكنشكروا رضات الوالدين. ما نساوش الميمه هي الاولى كدعمنا بالدعوات ديالها، وكنتمناو ديما يبقى المغرب ديما الفوق، المغرب ديما الفوق الفوق ان شاء الله، وكنتمناو ديما الفوق الفوق. كل شحال هذه ما فرحنا هذه الفرحه هذه، وكنتمناو ديما الخير قدام ديما الشباب الحاج. اولا السلام الزول غيفون كنون غورون زين ديمت الحاج بوزين الصريصيرة ابو سلمان لا يتيسن الصعيد الوطني. الحمد لله فيفا المنتخب الوطني صفر جماخ، الله يعطيكم الصحة. المهم انايا نفرجي الكرة والحمد لله على كل حال. المهم تزري الامور مزيان وان انتيني النتيجة ان شاء الله. السلام عليكم، هنا نحييكم من مقهى لاسويت بمدينة الحاجب، وكنشكروا السي أزرور بهذه المبادرة الطيبة بهذا المنبر الإعلامي أنوار بريس. كنشكره بزاف لأن كيغطي المدينة وكيغطي جميع المدن، تبارك الله عليه. كنشكره بزاف لأن ما كتفوت حتى شي حاجة، كيبغي يوصل الإعلام لعباد الله. لذا بمناسبة هذه المباراة ديال المنتخب العزيز المنتخب الوطني المغربي ضد الكندي، في الحقيقة كانت فرجة ممتعة جدا، ممتعة. كان الفرحه ديالنا في الحقيقه ما نقدروش كيفاش نعبروا عليها. وكان يديو هذا الفوز لصاحب الجلاله محمد السادس نصر الله للجمهور المغربي داخل المغرب او خارجه. وكنتمناو ان شاء الله كنتمناو الفوز ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله، ونتمناو المغرب ان شاء الله والفريق ديالنا يوصل للنهايه، وعلاش لا ان شاء الله نديو كاس العالم. الا سمحتي السي خالد، جيت لعندكم قبيله ما لقيتش حتى منين ندخل، شحال تكونوا في الفندق ديال الجمهور؟ هو الصراحه سي زرور مقهى سويت الاطلس معروفه بهذا الشهره ديالها، يعني كترحب جميع الحجبويين خاصه والمغاربه، كتحضنهم سواء الصغير او الكبير في ظل هذه المباراه. شحال العدد؟ وغالبا يفوق 350، حتى ان وصلنا لواحد الدرجه ما لقيناش المقاعد، والجمهور بدا كيطلب منا غير يدخل يحضر واخا واقف، وكان نطلبوا المسامحه. الانضباط الجمهور كان في المستوى، كان الصراحه متعاطف مع المنتخب الوطني، وكان صراحه عنده الهدوء والاحترام. لا ما كاين لا دباز، الحمد لله. الجمهور ديال الجمهور المغربي والجمهور الحجباوي خاصه كنشكروا، كاين الجمهور مربي بزاف وكيحترم. رغم ان ما كاين لعسه لا والو، كل واحد حاضر راسو زعما يعني محترم راسو. سمعكم الصغار الكبار العيالات؟ الصراحه هذه المقاله سود لاطاس حل بابها الجميع المحجبويين، هي ديال الجميع. كانوا عيالات بنات صغار طلبه تلاميذ اطور الناس كلهم ديال الحاجب كانوا حاضرين هنايا. واش كتفكر في المستقبل ان دير ديزيكرون على كره؟ ان شاء الله مستقبلا كان عندنا هاد الرؤيه ان شاء الله، كاين عندنا ان شاء الله نديروا هاد الرؤيه ان شاء الله باش نديروا ديزيكرون شاشات كبرى، وعلاش خارج المقهى. ونتمنوا ان شاء الله حتى بلديه الحاجب او جماعه تربيه الحاجب تفكر دير هادشي في الساحات العموميه، علاش لا؟ باش كلشي يستافد.
هادشي كنطلبوا من المسؤولين. الجماعه الترابيه راه غادي يوصلها اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ما عندناش شك فيهم، ما عندناش شك فيهم، لا ما عندناش شك فيهم. ان شاء الله غادي يديروا اعتبار المدار ان شاء الله، ونطلبوا الخير للجميع ان شاء الله. شكرا. هادشي اللي قال استاذ ازرور، الله يحمي الوالدين. استاذ تبارك الله عليكم، مرحبا استاذ.